صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. وأول خبر معنا في الفقرة الرياضية، وصلت بعثة الفريق الأهلي إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت القادم. هذا واقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة. فاز فريق أنبي أيضا على الزمالك بهدفين دون رد ضمن لقاءات الأسبوع 18 للدوري الممتاز. بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 41 في المركز الأول من 18 مباراة، بينما ارتفع رصيد أنبي إلى 23 نقطة من 17 مباراة. فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري الممتاز. بهذا ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 21، بينما توقف رصيد الجونة عند 17 نقطة. تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الجولة 18 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق المصري مع غزل المحلة، كما يحل سموحة ضيفا على الاتحاد السكندري، ويلعب مصر المقاصة مع بيراميدز. فاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي. سجل ثنائية ليفربول أجوال ماتاب وساديو ماني، بينما سجل هدف أستون فيلا دوغلاس لويز. وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة. يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 33 بالدوري الإنجليزي، ويتطلع السيتي لمواصلة الانتصارات في الدوري من أجل البقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه للدفاع بقوة على اللقب الثاني تواليا والاقتراب من حسمه لصالحه. It's the same side coming back.
أعلن مانشستر سيتي توصله لاتفاق رسمي مع نظيره الألماني بروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند. هذا وأصدر النادي الإنجليزي بيانا يؤكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من الأول من يوليو القادم. كذلك فاز فريق برشلونة على ضيفه سيلتا فويغو بثلاثية أو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة 36 للدوري الإسباني. سجل ثلاثية البارسا كل من الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ بواقع هدفين، كذلك الهولندي ممفيس ديباي، بينما سجل هدف سيلتا فيغو الوحيد اللاعب ياغو إسباس. وبهذا الانتصار ارتفع رصيد برشلونة إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر. وإلى نهائي كأس إيطاليا مشاهدينا الكرام، يلتقي فريق يوفنتوس مع إنتر ميلان اليوم الأربعاء. المزيد في التقرير التالي. إثارة ومتعة كروية يحتضنها استاد أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما عندما يلتقي يوفنتوس مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا. يوفنتوس استهل البطولة بالفوز على سامبيدوريا بأربعة أهداف لهدف، ثم تخطى ساسولو وذلك قبل إقصاء فيورنتينا من نصف النهائي. أما الإنتر فكانت بدايته بفوز صعب على إمبولي، ثم تخطى روما من ربع النهائي وضرب موعدا مع الجار اللدود في نصف النهائي واقتنص منه بطاقة العبور. بطولة كأس إيطاليا هي أمل يوفنتوس الوحيد بعد موسم هو الأسوأ للسيدة العجوز منذ أعوام، وهي كذلك فرصة جيدة لرد خسارة السوبر أمام خصم عنيد وصعب يرغب في الفوز بهذه المواجهة النارية. اليوفي الذي اعتاد على الفوز ببطولة الدوري السنوات السابقة أصبح الآن يسعى للتواجد في المربع الذهبي لسيري إيه. في المقابل يواصل إنتر رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي في تحد مثير مع جاره ميلان. يوفنتوس يعلم قوة منافسه، لذا سيدخل المباراة بكل قوة لمصالحة جماهيره الغاضبة ومعانقة الكأس للمرة الخامسة عشرة لتعزيز رقمه القياسي، بينما يأمل إنتر ميلان الوصول إلى اللقب الغالي للمرة الثامنة في تاريخه. مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير ونهائي كأس إيطاليا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الرياضية. أعود الآن إلى زملائي نهى ومحمود لاستكمال ما تبقى معهما من فقرات. شكرا لك للاس، وشكرا أنك قدمت لنا النشرة الرياضية. شكرا لك.